الحمد لله انا ليا جمهور كبير في منطقه المغرب العربي، في تونس، في المغرب، في الجزائر، في ليبيا. الجزائر كانت اول مره على فكره سافر، وكان لتكريم السيده ورده، وكانت حفله كبيره فيها نجوم كتير جدا، كان صابر رباعي، وائل جسار، وهدى، من يعني كان ناس كتير قوي، مش عايزه انسى حد. وكان في نجوم حتى حضروا، يعني كانوا ضيوف من النجوم، النجمة إلهام شاهين، الشاعر جمال بخيت. يعني فاخترت في يوم وليلة، ودي من أقرب الأغاني لقلبي يعني، ومن أكتر الأغاني اللي بحبها الوردة، واللي الناس بتحبها الوردة. فخدت يعني سكسية رهيب، والناس استقبلتني استقبال حلو جدا هناك وكده. بعد نويالك بقى اكتشفت انه هي فعلا تاني اعلى نسبة مشاهدة بعد مصر. كل واحد بيشتغل بسيستم بدماغه، يعني كل واحد ليه هدفه الخاص. يمكن من وجهة نظرك وجهة نظر ناس كتير غيرك انه لا ما خدتش حقي، بس من وجهة نظر انا لا، واخد حقي تالت ومتلت، لانه يكفيني ان انا ما بقدمش غير اللي انا عايزة اعمله. انا مختارة طريق صعب واطول من اي حد تاني، يعني مش بستسهل، مش بتنازل عن اي حاجه. انا شخصيه يعني عنيده، بس العند هنا انا شايفاه مفيد بالنسبه لي، لاني مش عمري في حياتي ما عملت حاجه غصب عني، عمري في حياتي ما قدمت تنازلات. في هدف في حياتي عايزه ان انا اقدمه، زي ما قلت من شويه، ان انا ما بتغصش ولا بتهري من اي حاجه تفرقع، ولا اجري ورا واقول لا طب انا هعمل بقى كذا عشان انا كمان، مش يعني عندي دماغي الخاصه واهدافي الخاصه اللي انا عايزه اوصل لها. وصلت لها النهارده، وصلت لها بكره، وصلت لها بعده، المهم اوصل لها. وده بالنسبه لي هو النجاح، يعني مش بالنسبه لي ان انا النهارده ابقى التوب، او ابقى انا في خلاص يعني عامله البومينج والمفرقعه، لا انا مش عايزه، مش ده هدفي خالص. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org